بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. يوسف عبد الرحيم أبو سنينة، مدير مالي تنفيذي بالمملكة العربية السعودية من 30 عاما. في بداية اللقاء الواحد بيشكر قناة سعودية 24 على هذه الفرصة، اتاحت الفرصة لنا للتحدث عن العلاقات الأزلية بين البلدين المملكة العربية السعودية والسودان. ما في شك وما في مجال للنيل من هذه العلاقات الطيبة بين البلدين. العلاقات الآن اتوثقت بين الشعوب، والعلاقات اتوسعت، والعلاقات طيبة جدا بين شعبي المملكة العربية السعودية والسودان. في البداية طبعا أهني وطننا العزيز بتوقيع اتفاقية السلام، والتي أتت بجهد من كل الدول الأشقاء وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.